هنا في كلية الصيدلة في جامعة الشارقة، التقينا بأم الصيادلة دكتورة مريم كالاداري، سيدة إماراتية وضعت بصمة بالغة الأثر في قطاع الصيدلة في الدولة منذ أن ولجت فيه من أوسع أبوابه لتتدرج إدارياً وفنياً في وزارة الصحة بعد أن عادت من جمهورية مصر العربية متأبطة شهادة الدكتوراه في الصيدلة في نهاية السبعينات، رحلة تعليم سبقتها نشأة أسرية محبة للعلم والتعلم في دولة الكويت التي سكنتها دكتورة مريم كالاداري وأسرتها، كما سكنها حلم ارتداء المعطف الأبيض الطبي لعلها تصبح طبيبة يوماً ما، ولكن الأقدار شاءت أن تغدو أم الصيادلة في دولة الإمارات وأمين عام مساعد لاتحاد الصيادلة العرب، ناهيك عن كونها أستاذة جامعية تحاضر في مجال قانون الصيدلة. فمن هي دكتورة مريم كالاداري يا ترى؟ أنا تربيت في عائلة ولله الحمد يعني تدعم العلم، رحمة الله على الوالدين، يعني كانوا يدعمون العلم كثير. فتربينا أول شيء الوالد اشتغل في الكويت، دولة الكويت، في الحجر الصحي بمينا الأحمدي، وانتقلنا إحنا إلى دولة الكويت وتربيت، يعني عشت حياتي طفولتي كلها بالكويت حتى الثانوية العامة، درست المراحل التعليمية للثانوية العامة في دولة الكويت. رجعنا من الكويت، الوالد رجع طبعا، وأنا كنت مخلصة الثانوية العامة، أرسلت بعثة من دولتي الإمارات إلى جمهورية مصر العربية لألتحق بكلية الصيدلة في القاهرة. تخرجت من الكلية، بعد ذلك رجعت إلى بلادي، كنت من أوائل الصيادلة في الدولة، التحقت في كصيدلي مسؤول في مستشفى الكويتي أنا ذاك البراحة حاليا، كصيدلي مسؤول في صيدلية، شاركت بتسجيل الوصفات في الجرد السنوي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الوزارة كرئيس قسم للصيدلة في وزارة الصحة، كأول صيدلانية مواطنة التحق في قسم الصيدلة بالوزارة الصحة. طبعا تعاونت مع إخواني الزملاء اللي يسبقوني خبرة إداريا، بعدين صرت مساعد مدير للصيدلة والتموين، ثم إلى نائب مدير الصيدلة والتموين، ومن ثم مدير عام للصيدلة والتموين. شاركت في عدة لجان في الممارسات، تراخيص الصيدلية، تسجيل الأدوية، في منظمات الصحة العالمية، كنت عضوة في الثلاث سنوات للعقاقير الأساسية، شاركت مع معالي الوزير ولك في اجتماعات جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، ثم بعد ذلك شاركت في أيضا في المناقصات للأدوية لدول مجلس التعاون الخليجي في المكتب التنفيذي. فكان لي الدور أني أنا أول اجتماع لي معهم، فكانوا يعترفون بتسجيل الدواء في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، فرفعت يدي قلت لهم أنا في دولة الإمارات عندي مختبر ممتاز لتحليل الأدوية وعندي تسجيل جيد، فطلبت منهم أن يجون يزورون المختبر حتى يتم اعتماد تسجيل دولة الإمارات العربية في المناقصات في دول مجلس التعاون الخليجي. عدت البلاد وفعلا حضروا اللجنة، شكلت لجنة من دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي، فإيوه شافوا المكان وشافوا الأجهزة والترتيبات والتسجيل وطرق التسجيل وهذا، ففعلا تم الاعتراف بتسجيل دولة الإمارات. فكان لي الفخر أني لما أحضر أي يعني
أي مناقصة في دول مجلس التعاون، فكنت يعني أسمع أن فعلاً تسجيل الدواء في الإمارات معترف فيه أسوة بدولة الكويت والمملكة العربية السعودية. لم أكتفي بذلك، أيضاً حبيت أن يكون المختبر تحليل الأدوية أيضاً معترف دولياً، فالحمد لله جبنا له شهادة الآيزو للمختبر، فصار أصبح معتمد دولياً وخليجياً ولله الحمد. طبعاً هذا بعدين فترة 23 عام عملت في وزارة الصحة، بعد ذلك انتقلت لتدريس عندي، أدرس في جامعة الشارقة كلية الصيدلة بنات وبنين اللي هو قانون الصيدلة، لأن إحنا من وضعنا القانون أعطي خبرتي للطلبة اللي حيتخرجون على وجه التخرج. أيضا عملت أعمل وحتى الآن في كلية الصيدلة في دبي أيضا، فأعطيهم القانون الصيدلة. فهذه نشأتي الأولى يعني. وأيضا أنا في اتحاد الصيادلة العرب الأمين المساعد للشؤون العضوية لاتحاد الصيادلة العرب. جهودها في تطوير قطاع الصيدلة في الدولة وفريق عملها في وزارة الصحة بدأت تلوح بوادر رسوخ قوانينه ولوائحه العامة منذ أن طالبت بأن تكون درجتها في التعيين تعادل درجة خريج جامعي. فكيف لأول صيدلانية في الإمارات أن تقبل على مهنة الصيدلة أن تحشر في زاوية فني يبيع الدواء للمرضى فحسب؟ دكتورة مريم الحقيقة إنسانة خلوقة وعظيمة، يعني هي أخت وزميلة في نفس الوقت. والحقيقة إحنا اكتشفت إن إحنا ويشير حاجات كثيرة جدا الحقيقة في مجال المهنة. دكتورة مريم من رواد مهنة الصيدلة، وهي من الناس الذين يعملون بجد لتطوير مهنة الصيدلة وتطوير وتعظيم دور الصيدلي في المجتمع. دكتورة مريم الحقيقة كمان يعني احنا سعداء ونفتخر انها رئيس المجلس التشاري لكلية الصيدلة، فهي يعني هي the key person، هي بتساعدنا ان احنا نطور المهنة من خلال الاستفادة بخبرتها. وجودها معنا الحقيقة يعني كذا اكتر من ميتنج، اكتر من تعامل، يعني احنا سعداء جدا انها يعني نستفيد من خبرتها ومن اهتمامها بهذه المهنة. احنا في الخليج نعتبر مدللين، يعني الحياة سهلة عندنا والكل شيء متوفر وكذا. فأول سنة كان وجودي في جمهورية مصر العربية في القاهرة عانيت يعني في صعوبة، يعني كانت في المعيشة صعوبة بالكلية طبعا، لأن مرحلة دراسية تختلف عن مرحلة الجامعية. هناك ما شاء الله مدرجات كبيرة، وكانت دفعتي يمكن 350 طالب وطالبة، فكانت الحياة كثير صعبة، وما كنا يعني ما نحصل على شيء بسهولة يعني. فحتى درجة حتى تنقلنا مثلا من المنزل للكلية نحتاج إلى وسيلة نقل، فكنا ناخذ تاكسي، لما صعوبة أنت تحصلين على هناك مواصلات وكذا. بعدين الله يرحم الوالد بعث لنا سيارة يعني. لكن الحياة بس صراحة برغم من صعوبتها حسينا فيها لذة، لأن نحس أن الإنسان يتعلم يعني فعلا. أن الغربة أو السفر خارج بلاد تتعلمين أشياء كثيرة، الاعتماد على النفس طبعا، تحملين الصعوبات، تحمدين ربك انك انت كنت يعني كان كل شيء عندك سهل وكذا، وهذا تقولين يعني شوفي تشوفين كيف الناس يعني تكافح او تعمل عشان توصل للهدف يعني. هذه كانت فتره السبعينات دكتور. ايه السبعينات نعم. كان في منح في ذلك الوقت. كان منح اي نعم. نعم، منح من هذا وفعلا يعني وخلصت شهاده الدكتوراه في مصر. ايه في مصر في نفس مصر. الفتره نفس الفتره طبعا. قلت لك في المعيشه والغربه طبعا، انت متغربه عن اهلك اول مره. مع انه بالرغم اني انا لما رحت كان معي اخوي الدكتور، فهو دخلت كلية الطب، أنا دخلت كلية الصيدلة،
فيعني شويه كان ها في شويه ان حسست ان معاي حد من الاهل، يعني لان الغربه خاصه بدايتها كثير صعبه، انت تتغربين عن اهلك ووالدينك واخوانك وكذا، فكان كثير فيها صعوبه. يعني تعينت اول ما تعينت الصعوبه ان الدرجه اللي اعطوني اياها كانت اقل من درجه اي خريج جامعي، فقلت لهم ليش؟ قالوا لي والله هذا كادر الاطباء والصيادله انا ذاك. يعني قلت لهم لا، لازم تغيرون كادر الصيادله، احنا دراستنا 5 سنوات في حين اي خريج 4 سنوات، يعني فلازم تغيرون يعني الكادر هذا. من عشان كذي اضطروا ان يحولوني من فنيا كنت في المستشفى الى الاداره، استلمت قسم الصيدله، فحولوني الى قسم الصيدله لاستلم القسم الصيدله انا ذاك. وبعدين تدرجت في الوظائف من رئيس قسم الى مساعد مدير، نائب مدير، وثم مدير عام. فكنت يوم في دبي ويوم في وزاره الصحه ابو ظبي، وعملنا طبعا مع المجموعه اعداد قانون للصيدله، عملنا لتسجيل الادويه، تسعير الأدوية، التراخيص، كل هذه، فقمنا بالمشاركة بإعداد كل هذه. يعني فالتحقت في كلية التمريض، أنا ذا كان بالكويت وكان ما يسمح لغير الكويت إنه يلتحق بالكلية، لكن الوالد رحمه الله بالواسطة يعني ومعرفته مع الناس فدخلوني الكلية. بس مجرد أسبوعين حسيت نفسي لا، أنا مو ماشية بالتمريض، يعني ما أبغي التمريض. أنا كنت فاكرة يعني تعرفين فكرنا كان ألبس البالطو وفاكرة أنه يعني وظيفة طبيبة وكذا شكل، فلقيت لا أنا حكون ممرضة يعني وشكل. فصحية مهنة إنسانية بس أنا ما رغبت فيها يعني. عقب تركت وفعلا يعني حتى الوالد تضايق، يعني قال لي انا بعد ما عملت لك كل هذه التسهيلات والواسطه انك دخلتي المعهد التمريض الحين ترفضينك تكملين دراسه؟ قلت له لا ما بكمل الثانويه العامه. وفعلا كملت الثانويه العامه، بعد ذلك ما كملت الدراسه الثانويه العامه قلت بدخل كليه الطب، لكن سبحان الله حبيت هذه المهنه، وخاصة بعد لما رجعت والتحقت بالعمل الصيدلاني وهذا حبيته كثير وأبدعت يعني، وحسيت أن الصيدلة بيتي يعني. نعم. لأن فعلا الإنسان اللي يحب دراسته يحب مهنته فيبدع فيه، يحاول أنه ينجز، يحاول أنه يعطي، يحاول. عشان شي شاركت في كثير من اللجان، كثير من الـ يعني المناطق، يعني مثلا كثير شاركت في لمن بالتعاون الخليجي، فكنت انا اترك اولادي واترك بيتي وكنت اروح يعني مشاركه، نقعد نغيب 10 ايام اسبوعين تقريبا المشاركه، فكان متحمسه اني انا ابرز الصيدلي او ابرز مهنه الصيدله في الامارات. حتى كان متعين الصيدلي عندنا في دوله الامارات وزاره الصحه بفني مسؤول وفني مسؤول اول، احتجت قلت لهم لا طبعا هذا صيدلي، والصيدلي خريج بكالوريوس صيدله عنده، الفنيين هو مش فني يعني، هو مش دارس دبلومه عشان تعطونه فني. ففعلا تغير نظام الصيادله في وزاره الصحه، فتحول كلهم تحولوا الى مسميات صيادله، فأصبحوا في صيادلة مبتدئين ممارسين، ومن ثم تدرجوا إلى صيدلي أخصائي واستشاري. فالحمد لله مهنة الصيدلة بدأت تتطور، يعني ليس أن يقول أنا، أعوذ بالله من كلمة أنا، لكن إحنا مجموعة من التيم يعني اللي كان يعمل معانا، أنا وضعت يدي مع يدهم، لأن كانوا يسبقوني في المجال هذا إداريين يعملون في هذا المكان، وفي صيادلة أيضا كانوا يعملون في هذا المكان، فوضعنا يدنا مع البعض. أنا صح أحمل شهادة فنية لكن ينقصني الخبرة بعد التخرج، فأخذت الخبرة من عندهم وطورنا في العمل خاصة بالمجال الصيدلي. في مختبر الصيدلة في كلية دبي التي تدرس فيها دكتورة مريم كالاداري قانون الصيدلة منذ العام 1995، كان لنا معها أيضاً وقفة توعوية صحية تحذيرية هامة عن الأدوية والعقاقير وكيفية تعاطيها وخصائصها ومركباتها الكيميائية،
فضلاً عن نقدها تلك الأبعاد التجارية الربحية التي سادت في بعض الصيدليات في الدولة. صيدلية دبي أسست بسنة 95 يعني اللي بدوا، فأنا معاهم أدرس قانون الصيدلة، أعطي خبراتي للطالبات، هي كلية صيدلة للطالبات فقط يعني مش مختلط، بس الدفعة الأولى كانوا مختلط أولاد وبنات، يعني الدفعة الأولى أول ما قبلت كان أولاد بنات، بس بعدين دفعات اللي بعدها صارت بس للبنات، فأعطيهم قانون الصيدلة للسنة الرابعة اللي بيتخرجون، أبين لهم قانون الصيدلة العمل الصيدلاني في دولة الإمارات، أجي أدرسهم في سمستر واحد كأستاذ زائر عندهم، أعطيهم القانون يوم في الأسبوع أعطيهم إياه، بالإضافة أني أنا عضو المجلس الاستشاري عندهم أيضا في كلية الصيدلة في دبي، نتناقش في أمور التعليم، المواد اللي حتتعلم، إيش ما هو مستجد، ما هو حاجة السوق للعمل الصيدلاني أيضا، فالحمد لله يعني في تعاون مستمر يعني معاي، وأنا أحس إن هذه فعلا يعني بيتي، لأني أنا من بداية أنا معاهم ومستمرة حتى الآن إن أنا أدرسهم القانون الصيدلة. دكتورة مريم كنداري كانت أستاذتي، درست معها قانون الصيدلة في كلية دبي للصيدلة من قبل 15 سنة، ولا تزال دكتورة مريم هي قدوتي، تعلمت منها الكثير، كانت رمز للعطاء ولا زالت رمز للتفاني لحب مهنة الصيدلة، وأتمنى لها دوام التوفيق والنجاح، وفعلا كانت هي نعمة القدوة. أنا بعرف الناس عن الأدوية، الأدوية هي عبارة عن مركبات كيميائية، مصدر كيميائي أو نباتي، فتركب من مواد وتصنع على هيئة كبسولات أو حبوب أو أشربة، طبعا أي دواء الإنسان لو أبسط منه يأخذه له هناك أثار جانبية إذا استمر في إعطاء لمدة طويلة ودون استشارة طبية، يعني يجب أن اللي يأخذ الدواء أنه يأخذ الحذر من الأدوية، لأنها هي مش غذاء يعني أكل وكذا، لا هي لعلاج مرض معين، وما ما لازم يأخذه عشوائيا، لازم استشارة طبية أنه يأخذ الدواء. لكن احنا يعني معرفتنا بمجال الطب ومجال الصيدلة انها هي مهنة انسانية قبل انها ما تكون تجارية او نظرة تجارية لها، لكن للأسف لقينا في الآونة الأخيرة ان يعني انا ما اقدر اشملها للكل يعني، لكن في البعض نظر لها الى نظرة تجارية، فصاروا مثلا يحبون مثلا يصرفون الدواء ما هو الاغلى، ما هو لا، احنا ننظر ان ما هو الدواء اللي ذا كفاءة، الدواء اللي يستفيد منه المريض، ونراعي المريض لأن أول وتالي هو المريض هو اللي يتضرر إذا كان، فالنظرة لازم تختلف، النظرة نظرة إنسانية قبلها ما تكون تجارية، فنظرة للأسف صارت أنها نظرة أكثر شيء ناحية تجارية من ناحية إنسانية، فالمفروض أن الدواء دواء يعني هو نقول سلاح ذو حدين، نافع وضار، إذا أحسن استخدامه وبطريقة طبية يعني استشارة طبية حيكون نافع، أما إذا اختيره عشوائيا أو من وصفة صديق أو من إنترنت اللي حين يأخذون كثير أدوية عن طريق الإنترنت وشغلات، هذه يجب أنها يسوون بعين الاعتبار أن الدواء يمتص داخل الجسم وتتضرر منها أعضاء أخرى، عندك القلب، عندك الكلى، عندك الكبد، فهي تتضرر من الأدوية أو وصفة أخرى. من صيدلاني أو وصفة من صيدلاني، يعني حتى الصيدلي ما يقدر إنه هو يعطي الدواء، لازم يشخص المرض هو الطبيب، يعني ليش هناك مهنة الطب؟ صح نعم، أنا الصيدلي هو اليد اليمنى للطبيب، عشان كذي الحين مثلا دراسة اللي هي الصيدلي السريري أو الكلينيكال فارمس، إنه يكون الصيدلي بجانب الطبيب، لما يمر الطبيب على المريض المريض الطبيب يشخص المرض، يتناقش بعلاج هذا المرض مع الطبيب المختص بالصيدلة السريرية، إنه لأن الصيدلي ملم بالأدوية وتركيبات الأدوية أكثر من الطبيب.
غادرنا كلية دبي الطبية متوجهين إلى جمعية الإمارات الطبية التي كان لنا معها أيضاً لقاءً آخر فيها. فالدكتورة مريم كلاداري تعتبر من المؤسسين لجمعية الإمارات الطبية التي ينضوي تحت مظلتها شعب من التخصصات الطبية المختلفة. فالدكتورة مريم تترأس شعبة الصيدلة في الجمعية، كما أنها تترأس الاتصال الجماهيري والعلاقات الدولية في مجلس إدارة الجمعية. جمعية الإمارات الطبية هي جمعية تأسست يعني أول شيء ما بدت بسنة 1980 وفعلاً أشهرت ب 1981. من ذلك العام أنا طبعاً شاركت معهم في الانتخابات لمجلس الإدارة الجمعية، وفعلاً اخترت كعضوة معهم في جمعية الإمارات الطبية، وكان دكتور عبد الرحيم جعفر هو اللي رئيس المجلس الإدارة مع الدكاترة الآخرين دكتور مصطفوي دكتور عبدالله الخياط وآخرين، يعني دكاترة ما أحب أذكر عشان ما أنسى الآخرين يعني. فأصبحنا من المؤسسين في جمعية الإمارات الطبية. جمعية الإمارات الطبية طبعاً تحت مظلتها يعمل شعب من التخصصات في مجال شعبة الصيدلة، وأنا أترأس هذه الشعبة شعبة الصيدلة في جمعية الإمارات الطبية. نشرف على الصيادلة، أعضاء كلها من الصيادلة العاملين في دولة الإمارات سواء مواطنين أو مقيمين في الدولة. هناك شعب أخرى أيضا متواجدين، شعب الأسنان والعيون والباطني والأسرة يعني وآخرين يعني. فتقريبا بما يعادل بحدود 37 أو 40 تقريبا شعبة تعمل فنية طبية تعمل تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية، وهي جمعية تعني بالأطباء والصيادلة والفنيين والأطباء طبعا جميع تخصصاتهم. فأنا دوري هنا حاليا أيضا طبعا انتخبت أيضا في آخر انتخابات لنا في الجمعية أني أكون أتواجد أيضاً في مجلس الإدارة جمعية الإمارات الطبية كرئيس للاتصال الجماهيري والعلاقات الدولية. فأنا موجودة معهم في المجلس الجمعية، بالإضافة أني أنا أيضاً كرئيسة لشعبة الصيدلة مسؤولة عن الصيادلة بجمعية الإمارات الطبية. ولنا الفخر والاعتزاز أن إحنا إن شاء الله دولة الإمارات ستستضيف مؤتمر اللي هو اسمه الفيب اللي هو الفيدرال العالمي للصيدلة لأول مرة يعقد في دول الخليج العربي، تستضيفها العاصمة أبوظبي. طبعا هي من أول مرة خليجيا، وثانيا في بعد جمهورية مصر العربية كانت ب 2004، وحاليا احنا ان شاء الله سنستضيف المؤتمر هذا. فعلا رشحت الامارات واختيرت انه يكون الموعد القادم للمؤتمر هذا يكون في اماره ابو ظبي العاصمه في دوله الامارات العربيه المتحده، وانا ان شاء الله حكون اترأس هذا المؤتمر باذن الله. مسيرتها المهنية كللت بالنجاح المستدام بفضل الدعم الذي تلقته من أسرتها وزوجها الذين أيقنوا وآمنوا بأهمية دورها في بناء مجتمعها، كما آمنت القيادة الرشيدة بدور المرأة في تشييد الوطن والمساهمة في ازدهاره. في البداية أنا تربيت من أسرة الحمد لله متعلمة وتدعم التعليم، خاصة الوالد يعني كان دائما يحثنا على ان احنا نواكب تعليمنا وشجعنا، وكان ما يفرق بين الولد او البنت، بالعكس بالدليل انه بعثنا الى جمهورية مصر العربية نكمل تعليمنا، في حين ان هذيك الايام كان صعب ان البنت تخرج عن اسرتها يعني. فكان دعم الوالد كبير لنا بالتعليم. الحمد لله وفقت بزوج أيضاً يدعم عمل المرأة، فكان زوجي ساندني
أنا أنجبت من 5 من الأولاد، ولد وأربع بنات، ولله الحمد يعني كنت لما أنا أتغيب عن يعني عنهم أسافر خارج الدولة، فكان هو اللي يقوم برعايتهم. الحمد لله ما قصر، واللي فعلا لها الفضل الكبير الوالدة رحمها الله، هي أيضا كنت أنا أخلي أبنائي عندهم المهم كانوا صغار، هي اللي تشرف على رعايتهم وتربيتهم أثناء وجودي في العمل. فلله الحمد يعني ما حسيت بأي يعني مشكلة في تربية أولادي أو في بيتي، يعني الحمد لله ما قصرت، لأن من أولوية للمرأة أن بيتها طبعا وأولادها يعني. بس الحمد لله لقيت الدعم الكبير من أبو الأولاد أني أنا أبذل قصارى جهدي لخدمة بلادي يعني، ومهما نعطي للبلاد فإحنا نكون نعتبر مقصرين أيضا في العطاء لها. لله الحمد يعني الله يدوم عز بلادنا ويدوم قيادتنا، فعلا يدعمون المرأة الإماراتية، وخاصة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كانت رائدة الأمة الإمارات في الدولة، فهي يعني دعمها وعطائها المستمر لدعم المرأة في الدولة في جميع المجالات، يعني ما أقصد إنه بس المجالات الطبية، هذا اللي ما نراه الآن يعني، إن الحمد لله نراها في جميع نصبة المرأة في جميع الميادين العملية، ورافقت زميلها الرجل يعني في العمل. لن أني أنا أقول أتحابى مع جهة المرأة يعني، لكن الميدان يتكلم عن عمل المرأة الإماراتية، شرفت سواء داخل البلاد أو خارج البلاد، نصبت بوزير أصبحت وزير، يعني نلاقيها في المجالات الطبية، المجالات الفضائية، المجالات العسكرية، في جميع المجالات، وبالإضافة لعملها الأساسي وهي ربة أجيال، يعني تربي أجيال، فيعني المرأة تحظي دعم كبير من القيادة الرشيدة أدامها الله لنا. وطبعا لولا هذا الدعم ولولا هذا كانت المرأة ما وصلت لما وصلت عليه الآن، من نشوفها تتنصب بالمراكز الكبيرة في الدولة. دكتورة مريم كلاداري أيقونة وعلامة فارقة في قطاع الصيدلة في الدولة، قدمت له ومن خلاله إنجازات محورية رست في ميناء تطوير مهنة الصيدلة التي عشقتها وأفنت فيها أكثر من 3 عقود من العطاء المستمر لوطنها. مسيرتها المهنية كللت بالنجاح المستدام بفضل الدعم الذي تلقته من أسرتها وزوجها الذين أيقنوا وآمنوا بأهمية دورها في بناء مجتمعها، كما آمنت القيادة الرشيدة بدور المرأة في تشييد الوطن والمساهمة في ازدهاره.